بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تورأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بعدما ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ومن خلال النظر في آيات الكون المشهودة الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده سبحانه وتعالى، بتأتي هذه الآيات: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نقول: ملئ قلب المؤمن حبا لله تبارك وتعالى، ونرى ذلك من خلال التطبيقات، نرى ذلك من خلال التطبيقات. فلا محبة في قلب المؤمن إلا للرب المعبود سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم، انحرفوا عن صراط ربي مستقيم، فبعدما ظهرت وبينت لهم هذه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولكن من انحرافهم أنهم اتخذوا الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى يسوون بالله سبحانه وتعالى. وذكر ربنا سبحانه وتعالى ومدح المؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، عندما يظهر لهم أو تظهر لهم هذه الحقائق يوم القيامة، فيعلمون عندها أنهم انحرفوا عن منهج ربهم وعن طريق ربهم المستقيم. ولكن نقول على ذلك: هذا التأسف والندم ليس بنافع لهم يوم القيامة، هذا الندم وهذا التأسف وهذه الحسرة لا ينتفعون بها يوم القيامة بعدما يعاينون العذاب، ويعلمون علما جازما أن القوة والقدرة لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأنداد الذين كانوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى هم أضعف وأعجز ما يقولون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، كما أنهم لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحدث في يوم القيامة عندما يتبرأ المتبوع من التابع، عندما يتبرأ المتبوع من التابع: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يبقى على ذلك كانوا يطيعون هؤلاء الكبراء والرؤساء في الدنيا. عند ذلك نرى هذه العداوة تظهر بين هذه الأطراف، وأن هذا المتبوع عند ذلك يتبرأ من ذلك التابع، ويتمنى ذلك التابع لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا حتى يتبرأ من ذلك المتبوع كما تبرأ منه يوم القيامة. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحدث بين التابع والمتبوع يوم القيامة، بين الضعفاء وبين المستكبرين يوم القيامة: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صورة واضحة، وهذا تصور بين واضح ما يحدث بين الضعفاء وبين المستكبرين، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا فأتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ونقول لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى حنرى يعني هذه المقاولة بين الضعفاء وبين المستكبر، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وكيف يتبرأ هذا المتبوع من تابعه، كيف يتبرأ هذا الرئيس من مرؤوسه الذي كان يطيعه في الدنيا ويطيع أوامره في الدنيا، عندما يكون والمعاينة يوم القيامة، عندما تكون المعاينة يوم القيامة يتبرأ ذلك المتبوع من تابعه، ويتمنى ذلك التابع لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يتبرأ من ذلك المتبوع. ولكن قضي الأمر كما قال ربنا سبحانه وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر هم في غفلة هم لا يؤمنون. أمنية بتبقى أمنية عظيمة جدا لهذا التابع، يتمنى لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا حتى يؤمن بربه سبحانه وتعالى وحتى لا يشرك بربه سبحانه وتعالى أحدا. نقرأ ذلك في مواضع كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى أمنية، ولذلك حذر الله عز وجل من ذلك ودعانا الله عز وجل إلى الأعمال الصالحة وإلى أن نستزيد من الأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه اللحظة على الإنسان، فيظهر ذلك الندم والتأسف على اللحظات التي فاتت وتسللت من ذلك الإنسان دون أن يعمر هذه اللحظات بطاعة ربي سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نقول أن الله تبارك وتعالى حث العباد على أن يستزيدوا من الأعمال الصالحة قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يظهر فيه الإنسان الندم والتأسف على ما فاته من الأعمال الصالحة، يتأسف على لحظات فاتت من ذلك الإنسان كان يستطيع أن يعمر هذه اللحظات بطاعة ربه سبحانه وتعالى ولكن تفلتت تسللت منه هذه اللحظات. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى الأمنية كان إيه؟ حيتمنى كده لو كان أمهلة يعني مهلة يسيرة حتى يستطيع أن يتصدق ببعض من ذلك المال أو أن يعمر هذه اللحظة قبل مماته بطاعة ربي سبحانه وتعالى. نقول لحظة يسيرة يعني لم يطلب إطالة العمر مدة عديدة أو سنوات عديدة، لكن لحظة حتى يتمكن من الصدقة أو من العمل الصالح، أي عمل صالح حتى لو كان مجرد تسبيحة ثم مات من بعد هذه التسبيحة مات على عمل صالح. يبقى لو الإنسان كده قال سبحان الله ثم مات يبقى مات على عمل صالح، قال لا إله إلا الله ثم مات مات على عمل صالح، يبقى كان بيتصدق مات على عمل صالح، كان مات هو يأمر معروف مات على عمل صالح، مات هو ينهى عن المنكر مات على عمل صالح، مات هو يميت الأذى عن الطريق مات على عمل صالح. يبقى كانت أمنية الإنسان أن يختم له بهذا العمل الصالح. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، يبقى في موعد أجل كده محدود إذا أتى ذلك الأجل قضي على ذلك الإنسان ولم يمهل مهلة واحدة. نقول لم يمهل لحظة واحدة والله خبير بما تعملون. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ما هي الأمنية التي يتمناها الإنسان عند
المعينة. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لهم من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. انظر إلى هذه الأمنية وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أمنية هؤلاء أن يعودوا مرة ثانية إلى الدنيا وأن يكونوا مع المؤمنين. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله سألهم على الأنداد على الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لهم من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين لو عادوا مرة ثانية يبقى حتى يكونوا مع الطائفة المؤمنة وطبعا هم يكذبون في ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون يبقى نقول في اللحظة دي بيتمنى الإنسان لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا لا نقول ترك عبادة الأوثان ترك هذه الشركية ترك هذه المخالفات هذه المعاصي والآثام وعلى ذلك ما حاد عن منهج رب سبحانه وتعالى وما حاد عن طريق رب المستقيم وكان ملازما للطائفة المؤمنة نقول على ذلك هذا كاذب في هذا الادعاء كما قال لنا ربنا سبحانه فالله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الله عز وجل يعلم ما سيكون وما ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هؤلاء ولو ردوا لعادوا لمن لو هم أساسا ردوا مرة ثانية للدنيا لعملوا بنفس هذه الأعمال بعد المعينة بعد المعينة نقول بعد المعينة ونقول على ذلك لا نتعجب نقول هذه بعض لحظات بتمر على الإنسان بنقول يأخذ على نفس العهود والمواثيق كهؤلاء وقال لو أن الله تعالى أزال عني ذلك الكرب هذا المرض لكان من حالي كذا وكذا فإن عاد الإنسان مرة ثانية نقول ماذا يفعل عاد إلى صراطه الأولى نقول بتمر علينا لحظات وممكن الإنسان في لحظة المرض الشديد أو كرب شديد ضيق شديد نقول نازلة شديدة على الإنسان عند ذلك يتعهد مع رب سبحانه وتعالى لو أن الله تعالى أزال عني هذه الكربة وأن الله تبارك وتعالى دفع عني هذه الشدة لو شفاني الرب سبحانه وتعالى لكان من حالي كذا وكذا يبقى من حالي قال إن هو حيترك المعاصي يترك الأثام وبالتالي حيتجه إلى طاعة الله عز وجل حيستمسك بشرع رب سبحانه وتعالى نقول دي كلها مواثيق بيأخذها الإنسان على نفسه عند نزول هذه الشدة أو هذا الضيق أو ذلك الكربة أو هذا المرض الشديد نقول لو أزيلت عنه الشدة لو كشف الله عز وجل عنه ذلك البلاء لعاد إلى سيرته الأولى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الأحوال قلنا دي مشاهد حية نراها قلنا حتى لا نكون كهؤلاء ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا احنا لما بنقرأ الآيات احنا بنقرأ آيات ومر عليها لكن انظر إلى هذه المشاهد يعني الإنسان يتصور كده أنه هو ذلك المشهد هو أحد أفراد هذا المشهد ماذا تفعل
ماذا تتمنى؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلاني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. لما نيجي نقرأ الآية كده احنا بنقرأها وبالتالي نمر على الآيات التي بعدها، انظر إلى ذلك المشهد، ده مشهد حي، مشهد حي، يعني هذا المشهد لا يتصور أبدا إلا من خلالنا. يبقى نقول على ذلك لو كنت أنت أحد هذا، أنت هذا المشهد، يا ترى حالك كيف يكون الحال؟ يبقى الظالم هيعض على يديه، يعض عضا شديدا، ونقول عند ذلك يندم تحصر على تلك اللحظات التي فاتت عليه، وقد اتخذ فلانا خليلا فأضله عن طريق ربه المستقيم. يتمنى لو اتخذ ذلك السبيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى لو عاد حتى لا يكون معه هذه الصحبة السيئة التي دفعته عن طريق ربه المستقيم سبحانه وتعالى. ولكن نقول على ذلك أمنية أو نقول حصرة ندم، لكن لا ينتفع به الإنسان، فقد قضي الأمر، ربنا سبحانه وتعالى حكم بين العباد وقضي الأمر. فعند ذلك مهما كان مقدار ذلك الأسف أو الندم أو الحسرة، فعلى ذلك نقول أنه لا عودة مرة ثانية إلى الدنيا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما صور لنا هذه التصورات وهذه الأحداث في الآخرة، قلنا حتى نكون على حذر من ذلك الأمر، قلنا احذر أن تكون أنت ذلك المشهد، احذر إن احنا نكون احنا المشهد، احذر أن تكون أنت الظالم الذي يعض على يدي يوم القيامة. وأتمنى هذه الأمنية، ما زلنا في سعة وما زلنا في العافية، نحن الآن في عافية وفي سعة، فلماذا لا تصحح المسار؟ لماذا لا نصحح المسار؟ هنا نقرأ الآيات ولكن لا أثر الآيات في ضبط سلوك الإنسان، ونقول الآيات دي هيعدل بها المسار ويصحح بها المسار، لكن لو مرت بلا تصحيح، يبقى لو مرت الآيات نقول على ذلك يعني كيف تتعظ وكيف نتأثر إن لم نتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا لم تتأثر بكلام الرب سبحانه، وإذا لم تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك بما تتأثر؟ قلنا مشاهد حية، مشاهد حية، لكن القضية كلها إن إحنا أساسا بننزل هذا المشهد على غيرنا، دائما المشهد ده أنا أنزل هذا المشهد على غيري، ولا أتصور أبدا أن أكون أنا هذا المشهد. لو أنت ذلك المشهد ماذا تتمنى؟ نقول عيش بنفسية هذا الإنسان، يعني لو إحنا أساسا نظرنا وتعاملنا مع المشهد بنفسية ذلك الظالم الذي يعض على يديه يوم القيامة، ما هي الأمنية؟ يبقى الأمنية، يبقى لو عاد مرة ثانية الأمنية عنده أن يسير في هذا الطريق المستقيم ويلتزم بمنهج ربه سبحانه وتعالى ولا يحيد عن طريق ربه المستقيم، وكذلك يبدأ ينظر في الصحبة، يغير هذه الصحبة ويتخير الصحبة التي تعينه على طاعة الله عز وجل. يبقى ده قرار في المسألة، يبقى على ذلك أنت تنفذ ذلك القرار. يبقى لو إحنا أساسا نتصور هذا المشهد نقول يا ترى ما الأمنية؟ يبقى لو عاد مرة ثانية نقول على ذلك ضع لنا الخطة العملية في كيفية تعمير اللحظات فيما يستقبل من أيامك، يبقى هيفعل إيه؟ يبقى أدي قراره، يبقى دي هذه النتيجة موجودة نأخذ على أساسها القرار، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وقالوا كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يبقى لو عادوا مرة ثانية الأمنية التي يتمنونها يبقى أن يكونوا من المؤمنين، إن هم أساسا يلتزموا بمنهج ربهم سبحانه لا ينحرف عن الطريق. يبقى ده أساسا نقول آدي القرار اللي حيأخذ بناء على هذه الصورة أو ذلك المشهد. يبقى نقول انظر إلى هذا وبالتالي نطبق ذلك في واقع حياتنا. يبقى عشان أنا لا أكون أنا صاحب المشهد، يبقى على ذلك أعمل من خلال هذا القرار الذي نأخذه بناء على هذا المشهد. يبقى المطلوب إيه؟ المطلوب كده نقول هو كان بيتمنى إيه؟ ويوم يعض الظالم على ذلك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يبقى لو أنا أساسا سرت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، سرت في هذا الطريق المستقيم، التزمت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أنظر إلى الصحبة، يبقى على ذلك يندم من صحبته إلى هذه الصحبة السيئة التي دفعته أن ينحرف عن طريق ربه سبحانه وتعالى. قال يا ليتني اتخذت مع رسول الله، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طب على ذلك ما احنا نقول القرآن أمرنا إيه الصحبة اللي احنا يعني نصاحبها في الدنيا؟
يبقى نقول القرآن لم يترك هذا الأمر للآراء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا الصحبة وحدد لنا المعايير التي تختار على أساسها الصحبة. وبالتالي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا من هي الصحبة التي نصاحبها، من هي الصحبة التي نسير ونقطع معها هذه الرحلة إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة. يبقى على ذلك ليس مرد ذلك إلى الآراء ولا إلى الأهواء، ده في معايير لاختيار الصحبة. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى من نصاحب؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، هذه الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تصاحب إلا مؤمنا. يبقى نقول كما بينا قبل ذلك، هذا الشرع أتى لتحقيق مصالحي في العاجل والآجل، وأتى لكي يدفع عني المضار في العاجل والآجل. يبقى دي نظرة المسلم إلى شرع ربي سبحانه وتعالى، أنا أنظر هذه النظرة إلى شرع ربي، وأنت ينبغي أن تنظر هذه النظرة إلى شرع ربك سبحانه. لما أقرأ في كتاب ربي سبحانه، لما أطلع على في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم أن هذا القرآن نزل لكي يحقق لي المصالح في الدنيا والآخرة، ليجلب لي المنافع في الدنيا والآخرة، وفي المقابل يدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. وبالتالي لما أجي أقرأ أي أمر في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا أمر فيه مصلحتي في الدنيا والآخرة، ولما أقرأ أي تحذير أو نهي في كتاب الله تبارك وتعالى أو التحذير من مخالفة، لأن هذا فيه مضرة علي في الدنيا والآخرة. يبقى لابد أن احنا نتعامل مع القرآن بهذه الصورة. ولما نقرأ هذه التصورات وهذه الصور والأحداث الواقعية التي سنراها يوم القيامة، يبقى احذر أن تكون أنت المكون لذلك المشهد، احذر أنك أنت تكون أحد أفراد هذا المشهد. يبقى التحذير، يبقى احنا بنتعلم ذلك الأمر، وبالتالي أخذ القرار بناء على ما نتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى. وإلا كانت الندم والحسرة والتأسف على ما فات، ولكن حيث لا ينفع الندم، قلنا لو قتل القاتل القتيل فعند ذلك تراه نادما، نقول لا ينفع الندم، لا ينفع الندم، لكن قبل الفعل هينفع الندم، ونحن الآن في الساعة والعافية ينفع الندم والتأسف على ما فات، وبالتالي ندرك يعني المستقبل، وندرك ذلك بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل دعانا أن نتوب إليه وأن ننيب إليه وأن نصحح ذلك المسار، وربنا سبحانه وتعالى قد تكفل بغفران ذنب ذلك العبد وقبول توبة ذلك العبد متى تاب إلى رب سبحانه وتعالى. بل كما بيّن الله عز وجل في حث العباد على أن يصحح المسار وأن يتوبوا إلى ربه سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نقول احنا عايزين فضل اكثر من ذلك ايه؟ نقول ربنا سبحانه يغفر لنا الذنب، فهذا افضل من رب، ده انعام واحسان من رب سبحانه وتعالى. ان الانسان ارتكب الذنب ثم تاب الى ربه واستغفر ربه سبحانه غفر لنا الذنب، نقول على ذلك هذا فضل واحسان من رب سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل من فضله انه يبدل هذه السيئات الى حسنات، الى حسنات. نقول يعني ماذا تطلب بعد ذلك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعد ذلك ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى ما يفعل الله عز وجل بعذابكم إن شكرتم آمنتم؟ اشكر الرب سبحانه وتعالى، اعبد الرب سبحانه وتعالى، اعرف فضل الرب سبحانه، اعرف إنعامه، اعرف إحسانه، هذا جود الرب، هذا كرم الرب سبحانه وتعالى علينا، لقد تفضل الله عز وجل علينا بالطاعة وأنعم علينا سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، وأحسن الله عز وجل إلينا. هل يقابل ذلك الإحسان بالإساءة أم بالإحسان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فين بقى نظر هذا الإحسان؟ يبقى نظر إحسان الرب علينا سبحانه وتعالى في أن نحسن إلى أنفسنا، الله تعالى أحسن إلينا، وبالتالي المطلوب مننا أن أحسن إلى نفسي، أن أعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن أكون أمين على ذلك البدن حتى لا يحرق يوم القيامة بالنار. كن أمين على ذلك البدن، كن أمين على أعضائك حتى لا تحرق بالنار. وربنا سبحانه وتعالى أرانا كيف السبيل للنجاة من النار، كيف الفكاك من النار، كيف السبيل للنجاة، كل ذلك
ذلك موصوف لنا بدقة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى مبينا لنا أمنية هؤلاء وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو كانوا يعودوا مرة ثانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ترى لو هم عادوا مرة ثانية حتبرأوا نقول لا ولو ردوا العادوا كما ولو ردوا العادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. نقول قضية واضحة تماما قضية واضحة. يبقى لذلك الإنسان كده لو إحنا تفكرنا يا ترى لو إحنا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن إحنا نتخلف عن طاعة؟ طب لو إحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا ممكن نتخلف عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لو إحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة كده رضي الله عنهم كان ممكن فعلا نتجرأ على ارتكاب المعاصي أو إن إحنا يعني نترك هذه الطاعات؟ كان ممكن؟ نقول لا مش ممكن. ده لو إحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ده حالنا هيبقى غير الحال ده. أقول لا والله اللي حاله النهاردة منضبط هو حاله هيكون منضبط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآية بتقول ذلك وردوا العدو لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. انتبه. يبقى لما نقول كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا وكذا من السنة نقول لو أنا كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لالتزمت هذه السنة. نقول اللي يمنعك النهاردة أن أنت تلتزم بيها؟ اللي منعك اللي منعك التزم بها النهاردة كان حيلتزم بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان هناك المنافقون يبقى كانوا يسمعون وما كانوا يستجيبون كانوا يسمعون وكانوا يخالفون. ما هو المنافق كان كده ما هو أعلم أنه يعني أسلم لرب سبحانه وتعالى أعلم بلسانه لكن لسان الحال كان مكذب لذلك. وبالتالي نقول على ذلك لقد ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم النصوص التي تعاملت بها الصحابة رضي الله عنهم. يبقى نقول الصحابة دي لما طبقوا إيه؟ النصوص اللي ورد في الكتاب والسنة. يعني الصحابة هو الصحابة رضي الله عنهم إلا أوصل الصحابة إلى هذه المرتبة. يبقى تطبيق الصحابة لشرع ربهم سبحانه يأتي لهم النص في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يعتمدون ذلك النص في واقع حياتهم. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي يبقى الصحابة وصلوا لهذه المرتبة عن طريق التطبيقات. نقول نفس النصوص لم يحدث أي نوع من أنواع التغير في هذه النصوص لا بزيادة ولا نقصان. نفس النصوص اللي احنا بنقرأها هي النصوص التي استمعت إليها الصحابة رضي الله عنهم لكن الصحابة قاموا بالتطبيق أما نحن فقمنا بالاستماع. يبقى ده فرق كبير جدا. لما نيجي نقول كده لو احنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمعنا كده من في النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواك فإنه مطهرة الفم مرضاة الرب وقال أكثرت عليكم في السواك يا ترى لو احنا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا هنفعل ايه؟ فعلا هنجد كده السواك لو قام النبي صلى الله عليه وسلم بتفتيش كده مفاجئ على الصحابة كان هيجد معهم السواك؟ نعم ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما استمع الحديث دهوت وضع على طول السواك موضع القلم من الكاتب فكان إذا قام للصلاة كان يستنى. يبقى على طول نقول استجابة ما كانش وضعه في نقول في الجيب لا ده كان أساساً وضعه كموضع القلم من الكاتب وكل ما يقوم للصلاة كان يستجيب. طب لو إحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمعنا إلى ذلك النص منه كنا حنستجيب؟ نقول الذي يستجيب اليوم هو الذي كان يستجيب بالأمس. نقول له أن نصوص يعني من تعبد نحن نعبد رب المعبود سبحانه وتعالى كما قال أبو بكر رضي الله عنه للصحابة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إحنا بنطبق الشرع ده لمين؟ للرب المعبود سبحانه وتعالى. أنت تتجه بكل تطبيق من تطبيقات هذه النصوص للرب المعبود سبحانه وتعالى لا نتجه بذلك التطبيق للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن إحنا نتجه بالتطبيق ده للرب المعبود سبحانه وتعالى. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ عن رب سبحانه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن رب سبحانه وتعالى يبقى بلغنا ما هو المطلوب منا. يبقى ده الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقام بإبلاغنا ذلك الوحي. يا ترى أبلغنا الوحي ليه؟ لكي نعمل عشان نعتمد. يبقى ده نص النص ده يقول افعل كذا افعل اترك كذا نترك. يبقى ده حال الإنسان مع كتاب ربي ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولتسارع ولتبادر قبل أن تبادر. يبقى نسارع ونبادر كده قبل أن نبادر. يبقى نسارع قبل أن ندرك بالموت والموت يلاحق الإنسان. قل إن الموت الذي تنفرون منه
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ربنا سبحانه وتعالى هيجازينا على إيه؟ على أعمالنا، هنجازى على الأعمال. وبالتالي انظر بقى إلى صحيفة الأعمال، إيه اللي قدمناه؟ يا ترى إيه اللي هنفد بيه على الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ علمت نفس ما أحضرت. إحنا هنأتي وإيه اللي هيكون حاضر معانا من أعمالنا؟ يا ترى مخالفات، تقصير في الطاعات، نقول جرأة على فعل المعاصي، تقصير في شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمه، يبقى على ذلك تدرك وتسارع وتبادر. يبقى المصارعة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني لو إنا أساسا هنغمض عيناي كده مش هتذكر الموت، الموت مش هينساني، ده هو بيلاحق الإنسان، فنحن في سباق مع الموت، وبالتالي لابد أن نسابق حتى نقطع هذه المسافة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الرحلة إلى الدار الآخرة قبل أن ندرك بالموت. فإذا أدركنا الموت، أدركنا الموت ونحن على طاعة الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى فات الأمر، والوقت ده ليس بوقت إمهان ولا إنذار، ولكن ده كان وقت انحساب. ثم بعد ذلك تأتي أو يأتي ذلك النداء على جميع الخلق، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا هو النداء الثاني الذي ينادي به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق بترتيب المصحف. النداء الأول نتذكر كده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النداء الثاني أيضا إلى جميع الخلق، أن الله تعالى أمرنا أن نطعم، أن نطعم الحلال الطيب. الله تعالى أمرنا أن نطعم الحلال الطيب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يبقى ده مطعم الإنسان هو حلال طيب، يبقى حلال طيب يبقى نحصل عليه من سبيل مشروع، وكذلك أيضا ألا يكون من الخبائث. الله عز وجل لما ذكر لنا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. المطلوب يبقى المطلوب ان احنا نطعم الطعام الحلال الطيب، يبقى نحصل على الطعام ده من سبيل المشروع، وكذلك الطعام ده ما يكونش طعام محرم او شراب محرم، فقد حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى بعض الأطعمة وبعض أيضا هذه الأشربة. الأصل كده في الأشياء الحل إلا ما ورد بالأدلة، يبقى الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إنها حلال إلا ما ورد بالدليل. يبقى الشراب حلال إلا نقول الخمر، الطعام حلال إلا نقول الخنزير أو إلا الدماء إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا سبحانه، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تحذير من الشيطان، وقلنا لأن الشيطان كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إيه هدفه، إيه هدف الشيطان؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الهدف الذي يسعى الشيطان إلى تحقيقه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أدي هدف الشيطان. ولولا أن الله تعالى من علينا بهذه المعرفة ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نعلم ما هو هدف الشيطان، لكن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ما هو الهدف الذي يسعى الشيطان إلى تحقيقه، وبالتالي ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أدوات الشيطان ووسائل الشيطان، ذكر لنا ذلك في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا سيقول الشيطان لحصائد نقول ونتاج جهد الشيطان في إضلال الناس، ماذا يقول لهم؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر. تخيل المشهد، الشيطان كده يقف ويخطب هذه الخطبة في أهل النار مع الآلام والأوجاع التي هم عليها، ومع ذلك يخطب فيهم، نقول كل أهل النار دول حصائد عمل الشيطان، بما فيهم نقول فرعون وقارون هامان أبو جهل، كل دول حصائد عمل الشيطان.
نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده ان الشيطان هيخطف. وقال الشيطان لما بيقول لمين؟ لان نار كلهم، لان دول كلهم اساسا نتاج عمله، كل ده نتاج دعوة الشيطان. يبقى كل هؤلاء، كل الطوائف، كل الامم التي اهلك ربنا سبحانه وتعالى بعصيانها كلها كانت نتاج عمل الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر، انظر بقى الشيطان عشان ننتبه. نقول دي من رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى ان الله تعالى ذكر لنا ما سيقول الشيطان لاهل النار لمن اضلهم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. تخيل كده انسان قال له وانت ماشي ارمي نفسك مثلا من هذا الجبل، رمى نفسه، يبقى احنا هنتهم اللي هو امره هو كلام فقط، قال له ارمي نفسك، هو اللي فعل، لكن هو امره بكلام، افعل كذا افعل كذا. اللي بيقع في الزنا يبقى دعاه الشيطان الى ذلك، لكن هو اساسا لم ياتي بالمراه ورجل ثم اجبر رجل المراه على الزنا، لا، نقول هو دعاه زين له ذلك الباطل. دعوا الشيطان ازاي؟ وزين لهم الشيطان واعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ازاي بيزين لنا الباطل؟ ده من تزيين الشيطان. احنا ذكرنا قصه ادم عليه السلام، واول عداوه نشات كانت بين ادم عليه السلام وبين الشيطان، وان الشيطان ربنا سبحانه وتعالى حذر ادم انه عدو مبين، ولكن ما زال الشيطان بادم حتى دفع ادم ان ياكل من الشجره التي امره ربنا سبحانه وتعالى بألا يطعم منها، ما زال به. وقلنا طب دخل له ازاي؟ من باب نقول التزيين. قال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. يبقى لما دله على ايه؟ ما لهوش كل من الشجره اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك الا تطعم منها، لا، ده هو زين له المساله. يبقى زين تزيين ده، نقول ان الشيطان بيدخل من حيث رغباته شهوات الانسان. انا رغبتي ايه في الحياه؟ ونقول شهوة الانسان في كذا وكذا، فبيدخل لنا من رغباته الشهوات. احذر من مداخل الشيطان. يبقى الشيطان ماذا قال لادم؟ ده وقاسمهما اني لكم لمن الناصحين. اي وسيله عنده؟ يبقى اي وسيله؟ ما عندوش وسيله محرمه اساسا، وبالتالي يقسم برب سبحانه وتعالى انه ناصح امين. تخيل الشيطان يقول عن نفسه كده انه ناصح امين، الشيطان يقول ذلك. لذلك احنا ذكرنا ان احنا لا تقترب المصطلح حتى ننظر الى المضمون، الى المضمون. وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، ما تنظرش مصطلح، قالوا ده الهدى ما نحن عليه، ده اليهود قالوا كده والنصارى قالوا كده، وبالتالي يستعملون المصطلح اللفظه الصحيحه ولكن وضعوها على مضمون خاطئ. عشان كده انت انظر الى المضمون، ما تغترش بالمصطلح، ولكن لابد ان احنا ان ننظر الى المضمون. ولذلك قال لما نادى على ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، فعلى ذلك طعم منها ادم عليه السلام. عشان كده نقول وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فربنا سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع خطوات الشيطان. يبقى نقول هي اساسا المساله تدرجيه، الشيطان يجيد لغة التدرج، الشيطان يجيد لغة التدرج. ازاي بيتدرج من الانسان؟ تدرج كده، نقول شيء حقير احنا نراه حقير، ولكن رضي مما تحقرون من اعمالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة هينة، ذنب احنا هين بنستهين به اساسا، فعلى ذلك ده مدخل الشيطان. ازاي يدخل الشيطان؟ نقول الشيطان يدخل الانسان من جميع الابواب. لو من باب الطاعة هيدخل لك الشيطان، من باب المباحات هيدخل لك الشيطان، نقول من باب المعاصي المغلفات يدخل لك الشيطان. كما ذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله ان في عقبات بيحاول الشيطان ان يستحوذ على الانسان في اي عقبه من هذه العقبات، يبقى يستحوذ عليك. وبالتالي العقبه الكفر، وكانت العقبه الثانيه البدعه، الثالثه كانت الكبائر، الرابعه كانت الصغائر، الخامسه كانت المباحات، السادسه كانت الفاضل المفضول، والسابعه ان يسلط اولياء الشيطان على اولياء الرحمن. يبقى نقول دي العقبات. يبقى من باب الطاعه ممكن يدخل لك الشيطان، من باب نقول الامر المباح يدخل لك الشيطان، من باب بقى المعاصي نقول صغيره كبيره بدعه كفر، نقول كل دي مداخل للشيطان، كل دي مداخل. لكن ازاي انا اسد ذلك المنفذ على الشيطان؟ يبقى كما نقول كده حتى لا نكفر بالرب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نسد الباب ده على الشيطان ازاي؟ يبقى بمعرفة التوحيد، كيف نوحد الرب سبحانه وتعالى، وبنتعلم مسائل الشرك حتى نسد ذلك المنفذ على الشيطان، عشان الشيطان ما يخشيش من باب البدعة
لازم أكون عندي علم إيه بالسنة، لأن البدعة عكس السنة، البدعة عكس السنة، وبالتالي يبقى أنا أسد المنفذ ده على الشيطان إزاي؟ بمعرفة السنة، معرفة السنة، وإلا هنجد إن هو الشيطان بيحاول، أنت عندك همة للطاعة ولكن إزاي يدفعك إنك أنت تنحرف. فهي البدعة، ما هو في بدع في العبادات دي كلها بدع مردودة على أصحابها. طب اللي بيفعلها ده بيفعلها ليه؟ من باب القرب إلى الله عز وجل. طب بيفعل له معصية؟ ده هو في ظن بيفعل طاعة قرب إلى الله عز وجل، لكن نقول هي معصية. والبدعة حب الشيطان من الكبيرة، وأن لأن البدعة تتبع، فعلى ذلك يبقى أنا أسد الباب ده إزاي على الشيطان؟ يبقى معرفة السنة، لأن البدعة عكس السنة. وكما قال هشام بن عروة رحمه الله: لا تسألوا عن أشياء يعني أحدثها، لا تسألوا عن أشياء يعني أحدثها الناس ونقول أنهم قد عدوا لذلك جوابا، ولكن سألوا عن السنة فإنهم لا يعرفونها. يبقى لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد عدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. تلاقي صاحب البدعة بيدافع عنها وممكن يجيب لك نصوص، بس النصوص دي ما تنزلش على الكلام ده، ولكن نقول ده أساسا يعني من وحي الشيطان إلى هؤلاء. فالبدعة عبارة عن إيه؟ يبقى البدعة كده انحرفوا، ده نقول إن هم اللي نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى، ده كم من باب تنزيه الرب سبحانه، يبقى كم من باب تنزيه الرب، ده المدخل كان مدخل كده الظاهر كده ان هو كان من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، دفعهم ذلك للتأويل، دفعهم ذلك لتعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى هم ما جوش كده يعطلوا، لا ده هو كان من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى. يبقى قالوا ازاي نقول ربنا سبحانه وتعالى له يد؟ اليد دي معناها جارحة، وبالتالي قالوا لا، يبقى لازم ننفي الكلام ده عن ربنا. يبقى مقصودهم كان ايه؟ تنزيه الرب سبحانه وتعالى. لكن نقول دخلوا مدخل الخطأ، دخلوا مدخل خطأ. نقول المدخل نحن ندخله في الدين هو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، بيترد عليك على طول. يبقى في معيار، إحنا العمل ده طاعة ولا لا؟ مش إحنا اتفاقنا عليه إنه طاعة، لا ده في معيار، أنا أرد الكلام ده إلى المنهج. المنهج قال طاعة يبقى كانت طاعة، من قال هذه ليست طاعة يبقى هذه ليست طاعة، حتى لو رأيناها أنها طاعة، ليس الأمر مدار ذلك الأمر على رؤيتنا، ولكن على هذا المعيار. يبقى ده موافق لكتاب السنة ولا لا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى ده كلام قاعدة عامة، قاعدة نقول عريضة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وبالتالي احذر من اتباع خطوة الشيطان. قلنا الشيطان يجيد لغة التدرج، يتدرج بالإنسان كده شيئا فشيئا حتى يوقع الإنسان لو استطاع في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يبقى احذر من اتباع الشيطان، احذر من العادات والأعراف التي تعرف عليها الناس وهي مخالفة للكتاب والسنة. المخرج من ذلك إيه؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ونرجو بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام على هذه الآيات المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.